جمعية دار البر تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، في هذا اللقاء بعنوان ابني مسؤول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه على كل شيء قدير. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، يشكو الكثير من الآباء والأمهات اليوم من أن أولادهم لا يتحملون المسؤولية. ولا شك أن الوالدين يتحملون جزءا كبيرا من هذه الإشكالية، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر إن أكثر فساد الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا أنه من جهة الوالدين. فتحمل المسؤولية والقدرة على تحمل المسؤولية جزء من الذي ينبغي أن نربي عليه أولادنا. وقبل أن أدخل في الكلام عن هذا الموضوع، أحب أن أذكر بمعنى المسؤولية. ما المراد بتحمل المسؤولية؟ ما المراد حينما نقول أن أولادنا يتحملون المسؤولية، عندهم قدرة على تحمل المسؤولية؟ المراد بتحمل المسؤولية أي القدرة على القيام بالواجبات الشرعية والواجبات العرفية والواجبات الدنيوية. أن يكون عند الولد، عند الابن، عند البنت، أن يكون عندهم قدرة على القيام بهذه الواجبات المنوطة بهم، سواء كانت واجبات شرعية مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الصدقة، الحج، إلى غير ذلك من الواجبات الشرعية، أو القدرة على القيام بالواجبات العرفية، احترام الأب، القيام بحاجات البيت، تصليح ما يحتاج تصليح، البنت القدرة على الطبخ، الغسيل، إدارة شؤون البيت، ما يتعلق بالحاجات، أيضا القيام بالحاجات الاجتماعية، الحاجات الدنيوية. أحيانا الولد يحتاج إلى أن يعرف كيف يقود السيارة، كيف يأتي بالحاجيات من خارج البيت، يعرف كيف يستقبل الضيوف، تعرف البنت كيف تستقبل ضيوف أمها، كيف تتعامل بالقيام بالواجب المنوط عليها فيما يتعلق بالضيوف الذين يأتون للبيت، الواجبات المتعلقة بالعناية بالطفل الصغير إذا كان عنده أخ صغير في البيت، إلى غير ذلك. فالمراد بتحمل المسؤولية قدرة أولادنا على القيام بالواجبات الشرعية والواجبات العرفية والواجبات الدنيوية والمهارات الدنيوية. الأمر الذي يلي أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، التربية أجزاء، منها ما يتعلق بالركن الاعتقادي، الأفكار، التصورات، ومنها ما يتعلق بالعبادة لله سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالسلوك والأخلاق، ومنها ما يتعلق بالمهارات. تحمل المسؤولية داخل في كل هذه الأمور. تحمل المسؤولية من جهة معتقده، تحمل المسؤولية من جهة عبادة لله سبحانه وتعالى، تحمل المسؤولية من جهة الأخلاق والسلوك، تحمل المسؤولية من جهة المهارات الحياتية التي يحتاجها الإنسان ذكرا كان أو أنثى. الأمر الذي يلي، كيف نستطيع أن نربي أولادنا على تحمل المسؤولية؟ أولاً، متى يبدأ تعليم الأولاد تحمل المسؤولية؟ يبدأ تعليم الأولاد تحمل المسؤولية منذ أن يبدأ الطفل يعقل. يعطى من المسؤولية ما يناسبه، لأن كثير من الآباء والأمهات يتصورون أن تحمل المسؤولية أو تعليم الأولاد تحمل المسؤولية لا يكون إلا بعد أن يكبر الابن أو تكبر البنت. والجواب أن هذا غير صحيح، بل إن تعليم تحمل المسؤولية وقيامه بالواجبات التي عليه منذ أن يبدأ يميز ويعقل. كان السلف يقولون: إذا عرف غلامك يمينه من شماله فعلمه الصلاة. لاحظوا،
منذ أنه يبدأ يعرف اليمين من اليسار، اليمين من الشمال، يبدأ نعلم التحمل مسؤولية الصلاة. كان السلف يقولون إذا أفصح غلامك فعلمه لا إله إلا الله، مجرد أنه يبدأ يتكلم علمه تحمل مسؤولية لا إله إلا الله. فالمراد أنه منذ أن يعقل الطفل، يبدأ أن يعقل، لابد أن نحمله المسؤولية ونعلم التحمل المسؤولية بقدر عمره، بقدر استطاعته، بقدر ما يتحمله ويمكنه. فمثلا الطفل الصغير يستطيع أن يتحمل مسؤولية أنه يأخذ الرضاعة بنفسه ويشرب الحليب. من الخطأ الكبير أن الطفل يستطيع ذلك ثم تقوم الأم بذلك، تمسك الرضاعة وتعود الطفل إلى الفطام أنه ما يمسك الرضاعة، وهذا موجود يا أخواني وأخواتي. من الخطأ العظيم أن الطفل يستطيع أن يلبس ملابسه عند سن الثالثة والرابعة، بعض الملابس يستطيع الطفل أن يلبسها ومع ذلك لا يجعل الوالدين، لا يجعل الوالدان الطفل يتحمل هذه المسؤولية. يستطيع الطفل أن يلبس حذائه لوحده ومع ذلك يقوم الوالدان بذلك عنه. السبب يقولون لا زال صغيرا. هذا خطأ، خطأ عظيم يترتب عليه أن الطفل ينشأ غير قابل لتحمل المسؤولية. لكن حينما ندرج عليه المسؤولية في كل مرحلة من مراحل حياته بما يناسبه، هذا يجعله في كل مرة يتطور ويزداد تحمل المسؤولية ويكون جاهز ومستعد للمرحلة التي تليها. أما لو أن تركنا الطفل حتى يبلغ البلوغ 15 أو 16 ثم فجأة نأتي بجميع المسؤوليات عليه، لا يمكن أن يقبل ولا يستطيع أن يقوم بكل هذه المسؤوليات وسيفشل. لماذا؟ لأنه لم يتدرب تدربا تدريجيا على تحمل هذه المسؤولية. من فضل الله سبحانه وتعالى أن عندنا في البيت حتى الأطفال كل طفل له قدر من المسؤولية. إذا لوضع الطعام كل الأولاد ولله الحمد منه، الإناث الصغار والكبار كل شخص منهم له جزء من المسؤولية في وضع الطعام. للأسف أن بعض الأمهات وبعض الآباء جعلوا أولادهم كالأسياد في البيوت وهم خدم لهم بحجة أنهم لا زالوا صغار، ثم يكبرون ويكبرون يتعودون على هذا ويشبون وينشأون على هذا والعياذ بالله. وهذا خطأ عظيم. إذن الأمر الأول، متى يبدأ تحمل المسؤولية؟ يبدأ تحميل الطفل المسؤولية وتعويده على تحمل المسؤولية منذ أن يبدأ أن يعقل. حتى الرضاعة إذا كان يستطيع وهو في سن السنة، سنة ونصف، يستطيع أن يمسك الرضاعة بنفسه، ينبغي أن نحمله هذا الجزء وهذا القدر من المسؤولية. وهكذا الأمر الثاني فيما يتعلق بالمسؤولية، لابد أن نحفظ هذه القاعدة أيها الإخوة والأخوات ونطبقها، وهي كل أمر يستطيع الأولاد القيام به، كل أمر يستطيع القيام الأولاد يستطيعون القيام به لأنفسهم أو لوالديهم، إياك أيها الأب وإياك أيتها الأم أن تقومي به. إياكم أن تقوموا بأي شيء يستطيع أولادكم القيام به بحجة أنكم لا تريدون أن تتعبونهم. بمعنى الطفل يريد إفطار، يستطيع الطفل أن يقوم ويصنع له إفطارا. في نفس الوقت تستطيع الأم تقوم وتصنع الإفطار. الواجب من الذي يفعله؟ الواجب أن الولد يتحمل مسؤولية نفسه، لأن الذي لا يستطيع أو لا نتركه يتحمل مسؤولية نفسه لا يمكن غدا يستطيع أن يتحمل مسؤولية المنوطة بنا. مثال ثاني، عندي ولد عمره 16 17 18 سنة ويقود السيارة، والسيارة أراد تحتاج صيانة مثلا في المحطة المجاورة للبيت، يستطيع الوالد أن يذهب، وفي نفس الوقت يستطيع الولد أن يذهب.
لماذا يقوم الأب بهذه المسؤولية مع قدرة الولد على ذلك؟ ينبغي أن نفهم هذه القاعدة ونطبقها. كل مسؤولية يستطيع الأولاد القيام بها لأنفسهم أو عن والديهم ينبغي ألا يقوم بها الوالدان. وهذا ليس من باب الأنانية، أنانية الوالدين، لا، وإنما هذا فيه مصلحة الأولاد من جهتين. الجهة الأولى أن تعلمه أن يتحمل مسؤولية نفسه وأن يكون إنسانا عصاميا في هذه الحياة، لا أحتاج لأحد ولا ينتظر أحد أن يساعده، وإلا سيفشل في حياته، لا، وإنما ينشأ في هذه الحياة وهو يعلم أنه بحول الله وقدرته بتوفيق الله ثم باستعانته بقدراته التي ربي سبحانه وتعالى أعطاه إياه أنه قادر على أن يقوم بهذه الواجبات المنوطة به. والثاني أن نربي أولادنا على بر والديهم. كان السلف يقولون علموا أولادكم البر وحب الخير فإن حب الخير عادة. الولد كما أنه يتعلم الصلاة والصيام ويتعلم القرآن ويتعلم العلوم الدنيوية، كذلك ينبغي أن نعلمه البر، كيف يبر بوالديه. جزء من تعليمنا لأولادنا البر أن نحملهم المسؤوليات التي علينا إذا كانوا يستطيعون القيام بها. البنت تقول، الأم تقول لابنتها يلا يا ماما قومي صلحي الشاي، يلا يا ماما قومي صلحي القهوة، يلا يا ماما اليوم تصلحين معي الغداء. فإذا تعودت على صنع الطعام تتركها تصنع الطعام إذا لم يكن في ذلك ضرر على البنت. يعني أحيانا البنت بيكون عندها اختبار نهائي ويمكن هذا يأخرها، لا، تصير الأم تساعدها إذا لم يكن هناك ضرر لا ديني ولا دنيوي على الأولاد. فليقوم الأولاد بهذه المسؤوليات. الأب يلا وأنا أبوك اليوم إن شاء الله تعالى عندنا سيارة خربانة وتحتاج قطع غيار من المكان الفلاني، ثم إذا أخذت قطع الغيار بعدها تروح للورشة الفلانية وخذ وأنا أبوك هذا اللوكيشن وهذا الموقع وهذه الفلوس وتوكل على الله. نكون بذلك عودنا أولادنا على البر. فإذا جاء الوقت الذي نضعف فيه ونحتاج للبر فيه، إذا أولادنا قد استعدوا نفسيا وسلوكيا واستعدوا مهاريا لبر والديهم ولله الحمد والمنة. الأمر الذي يلي فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، لابد أن يكون عند الوالدين قدرة على تحمل أخطاء الأولاد عند تعليمهم وتدريبهم في تحمل المسؤولية. كيف؟ من الطبيعي جداً أن ولدك يخطئ. إذا أردت أنك تحمله مسؤولية تقول له افعل كذا، مثل المثال اللي قبل قليل، الأب قال لولده اذهب إلى قطع الغيار واذهب إلى الورشة الفلانية. افرض أن ولدك أخطأ، لابد أن يكون عندك سعة بال لتحمل هذا الخطأ. يكون عندك منذ البداية علم اليقين أن ولدك لابد أن يخطئ وأنه يتعلم بالخطأ والصواب، ويدخل في ذلك أن ولدك إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بمعنى أن كثير من الآباء والأمهات للأب للأسف يتسببون على أولادهم في عدم تحمل المسؤولية، لأنهم إذا اجتهد الولد فأصاب لا يثنى عليه ولا يشكر، وإذا اجتهد فأخطأ فإنه يثرب عليه ويلام ويكسر والعياذ بالله، وهذا يجعل الولد غير قابل للمبادرة ولا يريد المبادرة. بل لابد أن نعرف قاعدة الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كذلك ولدك إذا أنت حملته المسؤولية لابد أن تعطيه قدر من المساحة للخطأ والتعلم بالصواب والخطأ، ثم إذا اجتهد فأصاب تكافئه بالكلمة الطيبة، بالهدية، بالجائزة، وإذا أخطأ فإنك تثني عليه من جهة قيامه بالمسؤولية ومحاولة القيام بالمسؤولية، ثم تبين له ماذا؟ تبين له الخطأ. وهناك فرق لابد أن نفرق أيها الإخوة والأخوات أبنائي وبناتي بين الولد حينما يتعمد الخطأ يعني يذنب، وبين أنه يجتهد فيخطئ. من المصيبة العظيمة أننا نعامل الأمرين بنفس الطريقة، يعني واحد من أولادك قصر، أذنب، تكاسل حتى فاتته الصلاة، هذا ما يعامل مثل لما أنت ترسله ليتحمل مسؤولية لكنه أخطأ، يعني هو اجتهد فأخطأ. إذا ساويت بين الأمرين فإنك بهذه الطريقة تكسر نفس ولدك عن المبادرة لتحمل المسؤولية، ويصير إنسان مجرد إنسان آلي ينتظر منك التوجيه في كل وقت. أما إذا أعطيت ولدك المساحة لأن يخطئ وأن يصيب، وأن إذا اجتهد فأصاب، فإنك تكافئ تثني عليه من جهة اجتهاده ومن جهة إصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فإنك تثني عليه من جهة اجتهاده وتبين له من جهة خطئه، مع حفظ كيانه واحترامه وتقديره على اجتهاده. الأمر الذي يلي مما يتعلق بتحميل الأولاد المسؤولية الحذر من مصيدة الشيطان مع كثير من الآباء والأمهات في تعليم الأولاد تحمل المسؤولية، وهو أنهم يحملون الأولاد الكبار المسؤولية ويعودونهم على ذلك ثم يغفلون عن الصغار. بمعنى يكون عنده ولد كبير، بنت كبيرة، تجد الأم تحمل الكبيرة كل المسؤولية والأب يحمل الولد الكبير كل المسؤولية، وأما بقية الأولاد فلا يتحملون شيئا من المسؤولية. وعذر الأب يقول والله أنا ماني فاضي أقعد أعلم هذا الولد، وبيقعد يخطي مرة ثانية وأنا مستعجل، وهكذا فيظل شخص واحد من الأولاد هو الذي يتحمل المسؤولية، وينتج عن ذلك أن البيت كله يكون فيه شخص فقط مبادر والبقية معاقون، ليسوا معاقين من جهة أعضائهم وإنما معاقون من جهة تحمل المسؤولية، وهذا الذي يسمى صناعة الإعاقة. الأم تجدها ربت البنت الكبيرة، تلقاها تطبخ، تغسل، تقوم بشؤون إخوانها الصغار، وأما أخواتها الأخريات لا، كل واحدة معها جهازة وآيبادة، وكذلك الأولاد، والمسؤولية كلها ملقاة على الولد الكبير والبنت الكبيرة. وهذا أولا ظلم ولا يجوز، ومحرم في ديننا لأنه ليس من العدل، والله يكره الظلم وحرمه سبحانه وتعالى. وثانيا يحدث في نفوس الأولاد الكبار من الكره والحسد لإخوانهم الذين لا يشاركونهم القيام بالمسؤولية. الثالث يجعل الأولاد الآخرين معاقين من جهة القيام بالمسؤوليات. الأمر الذي يلي مما يتعلق بتحمل المسؤولية أن كثيرا من الآباء والأمهات يرفضون تعليم أولادهم تحمل المسؤولية وتدريبهم على تحمل المسؤولية من باب الرحمة بهم ومن باب الشفقة عليهم. يعني هو يعلم أنه لابد أن يربي ولده ولابد أن يحمل المسؤولية، لكن حينما يأتي ويحمل المسؤولية تأتيه العاطفة، تأتيه الرحمة غير المحمودة المذمومة. أب عنده ضيوف يجون الصباح
ويلقى عياله نايمين فيرحمهم ما يوقظهم. هذه الرحمة مذمومة. أوقظ أولادك، استقبلون ضيوفك، صبون لهم القهوة والشاهي. الأم قامت الصباح وعندهم ضيوف، تقول لا والله ما نقوم البنات، ترحمهم، أيقظي بناتك، يتحملن المسؤولية. لماذا؟ لأننا إذا لم نحملهم المسؤولية رحمة بهم فإنهم غدا سيواجهون المسؤولية ولا يستطيعونها وسيفشلون. فالرحمة الحقيقية، الرحمة الصحيحة، أن نرحمهم أن يواجهوا في يوم من الأيام الحياة وهم لا يستطيعون تحمل المسؤولية. إذا البنت غدا جاء زوجها وعنده ضيوف وما استطاعت أنها تستيقظ، لماذا؟ لأنها ما تعودت على ذلك في بيتها. الولد تزوج وصار عنده طفل مريض ويحتاج إلى أن يخرج به في الصباح الباكر أو آخر الليل، ما تعود يتحمل المسؤولية. النهاية الزوج يزهد في هذه البنت والزوجة تزهد في هذا الولد، ثم يحصل الطلاق والفراق. السبب أن الوالد والوالدة قد جنوا على هذين الولدين بأنهم كانوا يرحمونهم في عدم تحميلهم المسؤولية. ومن أسباب عدم تحميل المسؤولية الخوف الزائد على الأولاد، الخوف الزائد على الأولاد. الأم تخشى على بناتها أنها تدخل المطبخ، والله أنا أخاف عليها من الأجهزة الكهربائية، أخاف عليها من الفرن، أخاف عليها من الزيت، أخاف عليها من الماء الحار. والنتيجة لا تدخلين يا بنتي المطبخ، لا تشتغلين في البيت، لا تمسكين مكنسة ولا غسالة. والولد والله أخاف على الولد أنه يطلع للبقالة، أخاف على الولد أنه يأخذ الحاجيات من السوبر ماركت، أخاف على الولد أنه يروح للورشة. ثم بعد ذلك ينشأ الابن والبنت جبناء معاقون من جهة المسؤولية، لا يستطيعون مواجهة المجتمع ولا يستطيعون تحمل المسؤوليات، فينتج عندنا أولاد معاقون فاشلون والعياذ بالله. لا أدعو أن الأب والأم لا يخافون على أولادهم، هذه فطرة وغريزة. نحن نتكلم عن الخوف الزائد المقعد للوالدين عن تحميل أولادهم المسؤولية، لدرجة أن بعض الأباء والأمهات يخافون على أولادهم فلا يحملونهم مسؤولية الخروج لصلاة الجماعة. والله الأم تخاف على ولدها عمره 8، 9، 10، 12، 15، 16 ما تبي ولدها يطلع صلاة الجماعة، ليه؟ والله خاف عليه. وش النتيجة؟ النتيجة أن يكون الولد في النهاية لا يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية التعبدية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقس، فينبغي للأب والأم أن لا يوقعهم الشيطان في هذه المصيدة، لا من جهة الرحمة الزائدة والغلو في الرحمة، ولا من جهة الخوف الزائد على الأولاد. الأمر الذي يليه، بعض الوسائل المعينة على تحميل وتدريب الأولاد على المسؤولية. من الوسائل أيها الأخوة والأخوات، أولاً وجود المصروف في البيت، أنك تجعل لأولادك مصروفاً، بدل ما تعطيهم كل يوم 5 ريال أو ريالين أو 3 ريال، تعطيهم تقيس كم يحتاجون كل يوم للمدرسة في نهاية الأسبوع، ثم تعطيهم المصروف من أول الشهر، وتجعلهم ماذا؟ تجعلهم يعرفون كيف يتصرفون في المال، كيف يدخرون، كيف يقسمون المال على الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث والأسبوع الرابع، وتجعل لهم خطة تساعدهم على ذلك. لأننا كثيرا ما نعاني أيها الإخوة والأخوات أننا آباء وأمهات لا نستطيع التعامل مع المال، بسبب أننا ما تعودنا على تحمل مسؤولية المال منذ الصغر، ونشجع أولادنا على الإنفاق الوسطي، لا إسراف ولا تقتير،
نشجعهم على الصدقة، نشجعهم على الادخار، ونراقب ذلك في كل شهر، كم أنفقت، كم ادخرت، كم تصدقت، بحيث أن الولد يتعود مع مرور الوقت على تحمل مسؤولية المال. الوسيلة الثانية، الأطفال الصغار ينبغي أن يحمل إخوانهم الكبار جزءاً من مسؤوليتهم. فمثلاً حاجيات الطفل الصغير في الخارج، الحليب، الحفاضات عزكم الله، غير ذلك، يكون الولد يلا من أبوك جيب لأخوك الصغير الحليب، جيب لأخوك الحفاضات من البقالة من الصيدلية. داخل البيت البنت هي التي تصنع الرضاعة، هي التي تنظف الطفل من النجاسة إذا جاء الوقت المناسب لذلك، بمعنى أن يتحمل الولد الذكر جزءا من مسؤولية إخوانه الصغار، تربية له وتعويدا له على أولاده في المستقبل، وكذلك البنت تحمل جزءا من مسؤولية إخوانها الصغار تعويدا لها على تحمل مسؤولية أولادها في المستقبل. من الوسائل المهمة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، من الوسائل في ذلك ما يتعلق بخروج العائلة للنزهة. والله يا أخواني وأخواتي يا أبنائي، مما يدمي القلب أحيانا نتصادف أن نخرج نزهة للبرية أو المنتزهات اللي تجمع العوائل، مما يدمي القلب أنك تجد الأب هو الذي ينزل الأغراض يفرش الفرشة، والأم هي التي تحضر الطعام والقهوة والشاهي، والأولاد كل واحد منهم على جهازه، وربما لا يستطيع أن يمد يده، لابد أن يقرب إليه القهوة أو الشاهي أو الطعام حتى يتناوله. وانعكست المفاهيم الشرعية والعرفية عندنا اليوم بسبب الآباء والأمهات الذين قصروا في تربية أولادهم. إذا طلعتم نزهة كونوا أنتم الأسياد، وأولادكم علموهم بركم أن يخدموكم، وليس عيبا، ليس عيبا أن أولادك يخدمونك، ليس عيبا أن أولادك هم الذين يتكفلون بكل أمور النزهة، من البيت الخروج من البيت إلى الرجوع إليه، الإعداد والترتيب والتحميل والتنزيل، صنع القهوة والشاي والطعام، ثم بعد ذلك رفع الأغراض إلى السيارة وتنظيف المكان، ويكون الأب والأم مجرد مشرفين. أما ما نشاهده اليوم من انقلاب الأفكار وانقلاب التصورات وانقلاب المفاهيم، حتى صار الأولاد هم الأسياد، وصار الآباء والأمهات مجرد خدم عند أولادهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الذي يلي من وسائل تعليم الأولاد تحمل المسؤولية، وجود الحافز، الحافز المادي، الحافز المعنوي. يا أخواني وأخواتي، الحافز قد يكون قبلة، قد يكون ضمة، قد يكون كلمة شكر، قد يكون دعوة، قد يكون ثناء أمام إخوانه وأخواته، قد يكون ثناء أمام الجدة أو العم أو الخال أو الخالة أو الجد. هذا من التحفيز المعنوي. قد يكون هناك تحفيز مادي، تقول لأولادك الذي يقوم بهذه المسؤولية ترتيب أغراضه الشخصية في غرفة النوم، إذا كان رتبها لمدة شهر هذا اليوم أن سأجعل لكم مسابقة، والأم هي المشرفة، أحسنكم ترتيبا أنا أعطيه جائزة، الجائزة الفلانية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أولادهم تحمل مسؤولية الصيام، حتى إذا بكوا
أعطوهم اللعب من العهن يتلهون بها، فما بالكم إذا الأب والأم فيما يتعلق بتحمل المسؤولية أن يكافئ وأن يعطي الهدية وأن يعطي الجائزة وأن يجري المسابقة داخل بيته. الأمر الذي يلي مما يتعلق بوسائل عملية لتعويد الأولاد تحمل المسؤولية، تقسيم شؤون البيت على الأولاد، وأن ما يكون الأمر مجرد ماذا؟ مجرد مثل إن صح التعبير سبهللة، يعني يوم هذا ويوم هذا ويوم هذا. لا، من أفضل ما يتم به تعويد الأولاد على تحمل المسؤولية وجود خطة واضحة وبينة في تقسيم الأعمال. أذكر لكم بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه عندي ما يتعلق بالبنات، مساعدتهم لأمه. مقسم البيت كان عندنا ما يتعلق بالطفل الصغير، وما يتعلق أعزكم الله بتنظيف الحمامات، وما يتعلق بتنظيف البيت محل الجلوس الصالة، وما يتعلق بالمطبخ. كان عندنا جدول مقسمة فيه الأعمال من السبت إلى الجمعة بين البنات وبين كذلك الأولاد. بعد ذلك كبروا البنات، صار اليوم عندي في البيت أولاد، ومع ذلك ولله الحمد الأمور مقسمة حتى على الأولاد الذكور، حتى بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه ما يتعلق بأخوهم الصغير، إعداد الرضاعة له أو إعداد يعني يلبسونه ملابسه، مع أنه أخوان، مع أن الطفل الصغير عندنا أخوانها ذكور، لكنهم يساعدون أمهم في مثل هذه الأمور. فوجود جدول، وجود خطة، مما يساعد على تحمل المسؤولية وعدم فرار بعض الأولاد عن المسؤولية، لأن إذا عرف أن هذه مسؤولية وهذا عمله سيظهر تقصيره. أما إذا كان الأمر مشاع ما عاد ندري من اللي مقصر من اللي أحسن. لكن إذا عرف أن اليوم الصالة، تنظيف الصالة على فلانة وفلانة، إذا كانت الصالة غير مرتبة سيظهر من الذي لم يرتب الصالة، ومن الذي أحسن ومن الذي أساء. فمن الوسائل العملية في ذلك إيجاد جدول، وهذا الجدول يكون مرنا، يعني ما هو قرآن منزل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون فيه نوع وقدر من المرونة، بحيث أنه يمكن التغيير، الاتفاق بين الأولاد، اليوم أنا بأخذ عملك، أنت إيش رأيك اليوم تأخذ عملي، وهكذا. الأمر الذي يلي مما يتعلق بالوسائل العملية في تحمل الأولاد المسؤولية، أن الأب إذا خرج مع أولاده، إذا خرج لقضاء الحاجيات، لا يصح أن يخرج لوحده مع قدرته على أن يأخذ أولاده. لا يصح للأب أن يخرج لأي مكان وهو يستطيع أن يأخذ أولاده ثم يدعه. تطلع للسوبر، تريد أن تخرج للمتجر لقضاء الحاجيات، خذ أولادك معك، خلهم هم الذين يدفعون العربية، وهم الذين يعرفون وين الأغراض ويضعونها في العربية، ولا مانع أنك تعطيه الصرافة من أجل يتعود على المحاسبة، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة تجلس أنت في السيارة وينزل أولادكم الذين يقضون الحاجيات. كان عندي أحد الأطفال أصلحهم الله وهداهم، أول مرة دخلت المتجر علمته، قلت له هات يا ولدي بريال الخبز. تأخر علي ثم خرج. ليش تأخرت وأنا أبوك؟ قال أنا تعبت أدور الخبز وأنا أبوك. إذا أردت أن تبحث عن الخبز أو أي شيء في السوبر ماركت أو في المتجر، اسأل وسيدلك. المرة الثانية حينما كلفته بذلك انتهى بسرعة، من فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه، ما يأتي
الولد عندي في صف خامس أو سادس ابتدائي إلا وهو يقضي حاجيات البيت بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه، لأنه تعود منذ الصغر شيئا فشيئا رويدا رويدا على تحمل هذه المسؤولية. فإذا أراد الوالد أن يخرج لقضاء حاجيات البيت أو لشيء يتعلق بالسيارة أو له، وهو يستطيع أن يأخذ أولاده، فإياك أن تبخل على أولادك بأن يذهبوا معك. وكذلك الأم إذا أرادت أن تخرج لقضاء حاجيات البيت أو حاجياتها أو حاجيات بناتها، لا تبخل عليهم بأن يخرجوا معها وتعودهم تحمل المسؤولية. الأمر الأخير الذي أختم به أيها الأخوة والأخوات في الوسائل التربوية لتعويد أولادنا على تحمل المسؤولية، أن نعودهم على شراء حاجياتهم التي تخصهم، وأن يتحملوا مسؤوليات اختياراتهم، وأن يتحملوا مسؤولية اختياراتهم. بمعنى جاء العيد، أصبح الصبح يلقى الولد ما شاء الله الدولاب مليان ثياب والغترة والنعال عزكم الله، يلبسها ويطلع. طيب لماذا لا نترك لأولادنا فرصة منذ الصغر أنهم ماذا؟ أنهم يقضون حاجياتهم بأنفسهم تحت إشرافنا، حتى يتعود الولد يعرف كيف يختار، وإذا اختار شيئا ليس فيه ما يضره لا في دينه ولا عرفا نترك لهم المجال، نترك لهم المجال هذا الذي لابد أن نعرفه. الأمر إذا كان لا يضرهم لا في دينهم ولا هناك ضرر عرفي ولا دنيوي، ينبغي أن نترك لأولادنا المجال في حرية الاختيار وأن يتحملوا مسؤولية اختيارهم. أحياناً أطلع مع أحد الأولاد ويختار نوع من الأحذية مثلاً، أقول له يعني أنا مجرد ماذا؟ مجرد مشرف عليه، يقول هذا ما يصلح يا ولدي ما ينفع، يعني أشوف أنه غير مناسب، يقول لا أنا أريده، ما في مفسدة أخذه. بعد ذلك يقول ما عجبني، قلت والله وأنا أبوك خلاص أنت هذه أنت تتحمل مسؤولية اختيارك. وهكذا في الطعام في الشراب في اللباس ما يتعلق بشؤونهم الخاصة نحاول طاعة أن نجعلهم يقومون بها. ولله الحمد والمن فضل الله وتحدثا بنعمة الله، ولدي في صف أول ابتدائي وثاني ابتدائي إذا جاء يوم العيد يخرج مع أخوه اللي في الجامعة ليختار ملابسه ويختار حذائه ويختار غترته ليتعود على تحمل المسؤولية. أحيانا أخوه الكبير يقول هذا غير مناسب، أقول اتركه أنت كن فقط مشرف ومشير له ولا تجبره إلا بما فيه ضرر في دينه أو دنياه أو يخالف العرف والعادة عندنا، أما ما سوى ذلك اتركهم يختارون ويتحملون مسؤولية اختيارات. بهذه الطريقة يتعود الابن والبنت على تحمل مسؤولية أمورهم الشخصية ومعرفة الاختيار وتحمل مسؤولية اختياراتهم وتحمل مسؤولية أخطائهم، فينشؤون بإذن الله تعالى وهم قادرون على تحمل المسؤولية. أسأل الله أن يصلح أزواجنا وذرياتنا إنه على كل شيء قدير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا جميعا على تربية الأبناء التربية التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعرض بعض الأسئلة شيخنا. تفضل. هنا سؤال، إحدى الأخوات تقول المشكلة أنه في حين إلزام الولد أو البنت بجدول يومي جدول عمل يومي أنهم ينفرون ولا يحبون الاستمرار فيه، فما الحل في هذا؟ الحل في هذا أن هذا شيء طبيعي، أن الأولاد لن يتعودوا على ذلك من البداية، لكن هذا يحتاج منا أولا إلى نوع حزم في إلزام بهذا الأمر وصبر على محاولة تفلتهم إلى أن يكون هذا الأمر عادة لهم.
كل العادات تبدأ بالممانعة ثم بالقبول ثم بالتعود ثم بعد ذلك تكون جزءا من حياتهم. وليس صحيح أن بمجرد أن الولد يرفض أو ينفر أن نترك الأمر له، لا، لابد أن نعرف أن في التربية ما يسمى بالإلزام. ليس كل التربية مردودة إلى الاختيار، يعني والله ودك يا ولدي ولا ما ودك، لا. وها هنا قاعدة، لابد أن نفرق بين الأمور الإلزامية وبين الأمور الاختيارية. أحيانا يعني أنا أقول لولدي افعل هذا الشيء فيقول لكن، فأنا أقول له يا ولدي أنا لم أشاورك، أنا إذا شاورتك أعطني رأيك، أما إذا أمرتك فنفذ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يهم في هذا المجال في تحمل المسؤولية أن الأولاد أحيانا يتهربون بمسألة إيش؟ أنهم ما يعرفون، يقول لك والله ما أعرف أسوي هذا الشيء. خذوا يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي هذه القاعدة، لا تسمح لأولادك أن يقولوا لا أعرف، قل لهم مباشرة، اقفز لقولك كيف أفعل هذا الشيء. لا، عودهم ولا تسمح لهم أن يتملصوا من المسؤولية بقولهم لا أعرف. قل هذا السؤال أنا ما هذا الجواب لا أحب أن أسمعه ولا أريد أن أسمعه، أريد أنك تسأل السؤال المفيد المثمر مباشرة، كيف أفعل، كيف أصنع، علمني كيف أسوي. وهذا هذه الطريقة تجعل أولادك لا يتملصون من القيام بمسؤولياتهم. لابد أن نعرف أن التربية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى طولة بال، وتحتاج إلى حزم، وتحتاج إلى تحفيز، إلى غير ذلك من الوسائل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هنا كذلك سؤال، متى يجب أن نترك الابن يعتمد على نفسه ويتعلم المسؤولية؟ يعني الأخ يقصد العمر، في أي عمر نبدأ معهم؟ في أي عمر نبدأ معهم؟ في أي عمر نبدأ معهم بتعويدهم على الاعتماد على النفس، على أنهم يتعلمون المسؤولية؟ منذ أن يبدأ يستطيع أن يحمل الرضاعة تبدأ تحمل المسؤولية في أنه يحمل الرضاعة، ثم بعد ذلك تعود المسؤولية إذا بدأ يأكل أنه كيف يأكل بنفسه، كيف يضع الطعام لنفسه، كيف يساعدك في وضع السفرة، وكيف يساعد في رفع السفرة، وكيف يساعد في لبسه، كيف يساعد، كيف أنه يقوم بقضاء حاجته، كيف أنه يقوم بإزالة النجاسة عن نفسه. بمعنى ليس هناك سن نقول إن هذا وقت خلاص حملك كل المسؤوليات، لا، وإنما تحميل المسؤولية بحسب عمره. يعني الطفل متى يمسك الرضاعة؟ يمسك الرضاعة يمكن إذا صار عمره 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور يبدأ يمسك الرضاعة بنفسه، يعطى الرضاعة بنفسه، وهكذا. نعم، هنا كذلك سؤال مكتوب، كيف نتعامل مع الولد العنيد؟ نعم، كيف نتعامل مع الولد العنيد؟ هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة، وسبق أن تكلمنا عنه في محاضرة بعنوان حل مشاكل الأولاد، كيف نتعامل مع الولد العنيد. لكن أريد أن يعني أعرج على أمر ضروري، أن الولد العنيد من الذي جعله عنيدا ويتعود على العناد؟ هم والده. كيف؟ الولد صغير جرب أنه حينما يرفض تحقيق أو تنفيذ الأوامر أنه يحصل ما يريد، إذا لم يمتثل للواجبات وعاند ترك، وإذا عاند على فعل الممنوعات ترك حق الواجبات أو تجرأ على فعل الممنوعات بسبب العناد أنه يترك، قال والله هذا الولد معاندي خلاص خلوه. بس منذ أن يكون صغيرا وعمره ماذا؟ عمر السنة، يتعود 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 ويكبر عنده العناد، لأنه وجد أن هذا العناد يحقق له ما يريد. عناده يجعله ما يمتثل للواجبات، عناده يجعله يفعل الممنوعات، والوالدان
مقران وساكتان بسبب إيش؟ قال والله الولد معاند. نحن الذين ربينا العناد في الولد وجعلنا العناد سبب لحصول ما يريد، بمعنى أنه في النهاية يستطيع أن يجبرنا على ما يريد ولا نستطيع أن نجبره على ما يريد. يعني اليوم للأسف إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، كثير من الأسر تدرون من الذي يربي الآخر؟ للأسف الأولاد هم اللي يربون والديهم وليس العكس. يعني المفروض الأب والأم هم الذين يأمرون والأولاد يمتثلون. تدرون اللي صاير في كثير من البيوت؟ الأولاد والبنات هم اللي يريدون والوالدان يمتثلون ولو كانوا لا يرضون بذلك، والحجة والله ولدي معاند. ليش معاند؟ لأنك أنت ربيته على العناد، أنت عودت على أن العناد نافع وأن العناد يوصله لما يريد، وأنك إذا عاندك أنك تتنازل له من أجل عناده، تعود على هذا انتهى الموضوع. لكن لو أننا صار عندنا في البيت أنه حزم، هناك أمور إلزامية هناك أمور اختيارية، إذا جاء الإلزام لا يسمح للولد بمخالفة هذا الإلزام منذ أن يكون عمره قبل السنة، منذ أن يبدأ يعقل يعود على أنه إذا ألزم بشيء لازم يفعله، وإذا لم يفعله فإنه لا يمكن أن تتحقق رغبته. وها هنا عندي قاعدة يا أخواني وأخواتي مفيدة في هذا الباب، وهو أن الطفل إذا بكى أو أفسد لا يمكن أن يحصل ما يريد. بمعنى يعني أحيانا طفل يقول مثلا أنا أبغى الحاجة الفلانية، أبغى عصير الفلاني، أبوه قال له بعدين، يبدأ يصيح يبكي. عندي قاعدة والله الحمد في البيت أن الطفل إذا بكى يستحيل أن يحصل ما يريد، ما دام أن الأمر أخذ عطاء يمكن أن يحصل ما يريد. بمجرد أن الطفل يبكي ويريد أن يفرض رأيه بالبكاء يكون عنده علم. وأنا أقول لهم وحفظهم هذه القاعدة، أقول لهم ما دام أنك بكيت، ما دام أنك بكيت يستحيل أن يتحقق ماذا؟ مرادك. مع مرود وطبعا يبكي هو يزعجني ويزعج أمه، لكن لازم تحمل، لأن إذا ما تحملنا بكاءهم سننجبر أن نتحمل عنادهم وعدم موافقتهم وعدم برهم وعصيانهم والعياذ بالله، لأننا أنشأنا ذلك فيه. ويستطيع الإخوة والأخوات أن يرجعوا للمحاضرة المتعلقة بعلاج عناد الأولاد. نعم حسنتم شيخنا الله يجزيكم الخير. هنا كذلك سؤال، مع وجود الخادمة في البيت والحاجة لها الأولاد يتعودون على الاعتماد عليه على الخادم. نعم. فما الحل في هذا؟ نعم، هذا الأمر وهو وجود الخدم من معوقات تحميل وتعويد الأولاد على تحمل المسؤولية، لكنها هذا راجع للأب والأم. وجود السائق ووجود الخادمة لا يعني عدم تحميل الأولاد المسؤولية، بل هذا راجع للأب والأم. حينما وجد الخادمة وحجز الشغالة الولد ما عاد يقوم بشيء من المسؤوليات. لماذا؟ والله خلاص السائق موجود. البنت لا تقوم بشيء من المسؤوليات. لماذا؟ والله الخادمة موجودة. هذا غير صحيح. فضل الله وجوده وكرم إحسانه البيت عندنا سائق وعندنا خادمة، ومع ذلك يوجد جدول للذكور وجدول للإناث للقيام بمسؤولياتهم، وتبقى الخادمة تقوم بجزء وجزء على الأولاد وعلى البنات وجزء على الزوجة، وكل يقوم بدوره في هذا البيت. أما بمجرد وجود السائق والخادمة يترك الأولاد ما يقوم بأي دور، هذا معناه الفشل في تعويد أولادنا على تحمل المسؤولية. نعم
بارك الله فيك شيخنا. هنا كذلك سؤال، إذا كان الأب لعلنا نختم بالسؤال هذا القادم شيخ. أبشر، الله يجزيكم خير. إذا كان الأب يعود الطفل على تحمل المسؤولية والأم تعمل العكس بدافع الشفقة، فماذا يفعل الأب مع الأم العنيدة؟ يستعين بالله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويحاول قدر الاستطاعة أن يجلس معها جلسات ويسمعها الكثير من الصوتيات، ويحضر وياها دورات تدريبية إلى أن يفتح الله عز وجل عليها. يفعل كل ما يستطيع بالهدية، بالمكافأة، يقبل على رأسها يا أم فلان، يعني يحاول بما يستطيع من أجل أنها تقبل أنها تشارك في تحميل أولاد المسؤولية. يبين لها خطر عدم تحميل الأولاد المسؤولية وتبعة ذلك ومفسدتها على الأولاد. صلى الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم واستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.